السلام عليكم، صباح الخير عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد ديالي وشكرا لكم بزاف على التشجيع وعلى المتابعه. اليوم ان شاء الله غنتقاس معكم واحد النهار بارد، واحد النهار مثلج، دابا كاين ثلج تيطيح. يلا بدا هاد الصباح، مازال ما شدش الارض ولكن راه ما شاء الله راه كثير، يعني واحد الثلج غليظ. وان شاء الله تشوفوا معايا شنو كندير في الدار، حيت كنت قلت لكم في الفيديو اللي كان من قبل باللي غنصلح واحد الحاجه وغتشوفوها من بعد، وغنتقاسم معكم واحد الوصفه اللي زوينه بزاف بزاف، يعني كنتمنى انكم تجربوها وردوا عليا، حيت الصراحه زوينه كتستحق انكم تجربوها. غنصايبوها مع بعضياتنا، والمهم غنخليكم دابا غندخل حيت كاين البرد بزاف. هذا في الاصل كان صالون، كان كبير وفيه يعني جوج سراجين، سراج من هذه الجهه وكاين سراج من هذه الجهه. وكنت قسمت واحد اللي انا في الصيف كنت دايره فيه واحد الفراش في هذه الجهه هي اللي كنت صورت معكم واحد الخطره، وكنا دايرين الجهه فيها الماريو ديال الحوايج فيها الغطاء فيها كلشي، ولكن دابا قررنا انا نقسموه من هنا من هذه البلاصه هذه فيها الباب، هذيك التكويصة اللي كنا درنا على أساس الصالون ولكن كبير بزاف. غنقسموه بحال هكا، هنا غتكون بيت، ومن داك القنت ديال الحيط اللي هي غيكون بيت ديال الفورمو، يعني البيت اللي غنديرو فيه الفورمو. هاد هذا غندير فيه واحد الحاجة اللي عجبتني بزاف، هاد الفكرة هي من بعد غتشوفوها معايا شويه. هاد الماريو دابا يجيو الدراري يحيدوه معايا حيت تقيل صافي، ومن بعد ما ملي غنبداو الخدمه تشوفوا معايا هادشي كامل شنو غنديروا ليه، واخا دابا ما تفهموا والو، غندير من هنا لهي من هنا لهي، من بعد ان شاء الله غتفهموا اشنو كنقول وعلاش كنهضر. صراحه فكره زوينه بزاف، تقدروا ديروها الا كان عندكم شي بلاصه بحال هكا ما عرفتوش شنو تقدروا تصايبوا منها. بسم الله، هنا غنبداو الوصفه ديالنا اللي هضرت لكم عليها. صراحه اللي كتجي لذيذه وكتجي اقتصاديه وكتعطي واحد الكميه ديال 500 غرام ديال الجبن. درت نسيطرو ديال الحليب، يعني حليب عادي تقدروا ديروا اي حليب بغيتو سواء ديال العبار او الاخر ديال الباكيه، يعني الحليب سائل. وربعة المعالق ديال النشا او مايزينا، غنخلط مزيان هكا باردين، يعني باقي الحليب بارد غنخلطو مزيان حتى غدوب لي داك النشا معاه، وغنديرو فوق البوطه حتى غيبدا يغلي يعني يطبخ هكا غيكون عاقد، وغنخليه 8 ديال الدقائق تيطيب، يعني خصو يطيب مزيان داك الحليب والنشا. من بعد كنحيدو من فوق البوطه، كنزيد عليه 4 ديال القطع ديال الفروماج، وكنزيد معلقه كبيره ديال الزبده اللي هي الزبده ديال الاكل، اولا تقدروا تستعملوا حتى ديال البواطه الا كانت يعني ما كانتش متوفره الاخرى، ومعلقه واحده ديال الخل، يعني معلقه كبيره ديال الزبده معلقه كبيره ديال الخل، 4 ديال القطع ديال الفروماج اللي داك يعني سواء هذوك المربعات اولا الاخرين اللي بحال اللي استعملت انا. غنخلط مزيان حتى غينسجم هذاك الفروماج، يعني غيدوب كله مع داك الخليط اللي كان عندي من قبل ديال النشا والحليب، ودغيا كيدوب حيت هو باقي سخون، وكتذوب ديك الزبده. يعني راه كنخدم هنايا مزيان ما كبل غير بالطراف ديال اليد، غنخدم هكذا. ومن بعد غنضيف ليهم واحد المكون اخر اللي غادي يساعد هذا الفروماج هذا باش يكون يعني لذيذ، وفي نفس الوقت باش ما يعقدش بزاف، حيت كما كتعرفوا النشا كتعقد. هنا غنحاول نخليه يبرد شي شويه، راه ميكت عليه غير واحد شويه وعاود رجعت، ولكن تقدروا تخدموه يعني وهو سخون ما كاين حتى شي مشكل. هنا درت واحد ياغورت ديال جوج دراهم، هذاك اللي تيكون كبير مسوس يعني بدون سكر، ودرت قبصه ديال الملحه من طبيعه الحال من بعد ما كندوقوا باش نشوفوا شحال ديال الملحه غنزيدوا مع كيكون الياغورت هكا فيه شويه ديال الملحه، وكيكون الفرماج حتى هو مالح. من بعد ما خلطت هذاك الخليط ديالي كامل درته في الطراب في الكاس ديال اللي كنطحنوا فيه العصير، تقدروا تستعملوا اي ماكينه ديال اي طحانه بغيتوا تطحنوا بها كانت عندكم، وصافي غنطحن مزيان حتى غينسجموا مع بعضهم. راه كيولي جاري دابا ولكن ما تخافوش منه، راه ملي كيبرد كيعقد. هنا قسمته على هاد جوج كيسان، تبارك الله كيعطي تقريبا شويه فوق من 500 غرام، راه شي 580 غرام تقريبا، يعني يقولوا 600 غرام ديال الفرماج اللي كنصايبوه يعني بالمكونات اللي هما ساهلين ومتوفرين. هنا من بعد ما خليت صوبات الليله كامله في الثلاجه صايبته بالليل، وفي الصباح صباح غزال، والصباح يعني كما يكون هذاك اللي كنشريو، وتقدروا تنسموه بزيت العود وبشويه ديال الزعتر باش يعني يكون لذيذ اكثر. كنتمنى انكم تجربوا وتردوا عليا الخبر، وشكرا لكم وسلام عليكم. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله مع وصفه جديده كيف العاده، وغتشوفوا معايا الاشغال فين وصلوا شنو درنا وشنو
وشنو كملنا وغتشوفوا معايا شنو صايبت، حيت كانت واحد الفكرة عندي زوينة وفرحانة حيت أنني طبقتها. نتمنى أنها تعجبكم النتيجة ديالها من بعد إن شاء الله. بسلام عليكم وشكرا لكم بزاف مرة أخرى.